اول سؤال، انا ماشيه على 7 خطوات وبرضع، بس لما بعمل يوم المشروبات بحس بتعب، ايه الحل؟ تمام. ليه بقى؟ لان اللي بترضع بتعمل مجهود غير يعني مرئي، هي مش حاسه بيه ولا عارفه هي بتعمل ايه، جسمها بيعمل مجهود رهيب علشان يكون الحليب اللي بيطلع للطفل. فانا مش بنصح ساعتها ان احنا نعمل يوم مشروبات قاسي جدا على اللي بترضع. 7 خطوات فقط، وتركزي على شرب الميه. تمام جدا وكفايه قوي، مش محتاجه اكتر من كده. تمام. طيب عندنا بعد كده السؤال التاني، الكيكه بتطلع مكتومه رغم المقادير والطريقه مظبوطه وفرن مروحه، بيكون السبب حاجتين، يا اما عندك القالب اللي انت بتستخدميه بيكون اللي هو الغامق فبيوصل الحراره بسرعه جدا من تحت ومش بيخلي كل حاجه تاخد وقتها في انها تنفش، وتاني سبب هو الارجح ان البيكنج باودر ما بيكونش محطوط له كمان اللي هو المعزز ده اللي هو اللي بيزود من الانتفاخ بتاعه او النفشان بتاعه. ده موجود دلوقتي في السوق، بيبقى الحاجتين مع بعض، بيبقى عبارة عن بيكنج باودر والكلمة التانية بس راحت مني، بيساعد جدا على نفشان الكيك. مهم جدا برضو الاكسبيريشن ديت، يعني الاكسبيري ديت مهم نركز، لا يكون خلاص عدى عليه المدة فبالتالي خلاص مفعوله راح، تاريخ الانتهاء مهم جدا نركز دايما نقرأ على الحاجة تاريخ الانتهاء بتاعها. خلاص. طيب كله تمام، لا غيري النوع بقى، يعني في الاخر غيري النوع علشان ممكن النوع ده ما يكونش كويس فجربي نوع تاني.